أهلا بكم. خسائر كانت في أسواق النفط يوم الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي، ويبدو أن المخاوف تتزايد حيال نقص الطلب على الوقود في ظل ترقب المستثمرين لتقديرات منظمة أوبك بشأن أفاق سوق الطاقة في تقريرها يوم غد الثلاثاء. ونذكر هنا أنه مع حالة الضبابية والتوترات الجيوسياسية تخلت صناديق التحوط عن رهاناتها السابقة بارتفاع سعر خام برنت القياسي. ربما هذا كله سيعطينا انطباع عن قرارات اجتماع أوبك بلس المقبلة والمقرر عقده في الأول من شهر يونيو المقبل. هل سيواصل التحالف سياسة الخفض أم سيتحول لزيادة الإمدادات تدريجياً؟ أسعار النفط يوم الجمعة شهدت تراجعاً وأيضاً في التعاملات المبكرة اليوم، ونراها الآن إذا تعود للارتفاع، ولكن برنت ما زال عند حدود 83 دولار. أما الأسواق اليابانية أغلقت متراجعة اليوم مع ارتفاع عوائد الديون السيادية ولو بشكل طفيف، بينما الدولار ين نراه على استقرار تقريباً. في الولايات المتحدة صدرت بيانات اقتصادية أظهرت ارتفاعا كبيرا في توقعات التضخم عند المستهلكين، لكن المؤشرات حققت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع ترقب تقارير أسعار المنتجين والمستهلكين عن شهر إبريل، وأيضا نتائج أعمال كانت جيدة للشركات وخاصة التكنولوجيا، وهناك تفاؤل بشأن فرص خفض الفائدة هذا العام. أما في أوروبا فرجح عضو بالمركز الأوروبي الأسبوع الماضي خفض الفائدة في يونيو حال التأكد بشأن مسار التضخم، وهناك بيانات ستصدر غدا وهي القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وكانت من آخر البيانات التي صدرت أواخر الأسبوع الماضي إنهاء الاقتصاد البريطاني حالة الركود ونموه بأكثر من المتوقع في الربع الأول، ونرى المؤشرات الأوروبية إذن على تراجعات جماعية. للمزيد تنضم إلينا فرح مراد، محللة أولى الأسواق المالية لدى إكويتي. أهلا وسهلا بك فرح. شكرا على السلامة. لنبدأ من الأسواق الأمريكية ولنتحدث عن المؤشرات التي كانت على مكاسب لأسابيع متتالية، وأسهم التكنولوجيا هل هي كانت المحفز الرئيسي أم هناك أسباب أخرى؟ على الارتفاع العام فعلا احنا فينا نعتبر اسهم التكنولوجيا وعمالقة التكنولوجيا وحتى توجههم نوعا ما لإعادة شراء اسهمهم، كمان الارباح اللي جاءت نوعا ما جيدة، طبعا كانت عم ترجع تعيد المعنويات، ويبدو ان احنا قريبين مرة اخرى من المستويات القياسية اللي كنا عم نتراجع منها يمكن خلال الشهر يعني نهاية الشهر الماضي و تقريبا هداك الشهر الماضي، وهلأ نحن بثلاث أسابيع إيجابية للأسهم. هلأ إذا بدنا نشوف الغريب من بعد ما كان في عنا يمكن قادة التكنولوجيا اللي عم بيوجهوا السوق، لا بالعكس نحن هلأ عم نشوف الأسهم النمو ما كانت هي الارتفاعات الكبيرة جاية منها، فهذا أمر إيجابي كمان لأن نحن بهمنا نكون عم نشوف هالارتفاعات مدعومة في سكترز أو في قطاعات مختلفة مش بس مع التكنولوجيا، فأظن هيدي من الأمور الإيجابية لهذه الارتفاعات اللي كنا عم نشهدها، مدعومة طبعا بالأرباح ولكن مدعومة مثل ما كنت عم تحكي عن هالبيانات اللي عم تفرجينا ضعف في الاقتصاد الولايات المتحدة، احتمال أكبر أن نكون عم نشوف تراجع بهالسياسة المتشددة لأصر عليها الفدرالي وجيروم باول اليوم أو يوم غد في عنا حديث منه من بعد كمان بيانات التضخم قد يعطي صورة أوضح قديش نحن عنا القدرة لنتشدد، خصوصا أنه عم نبلش نشوف أصوات مختلفة بالأسواق. بنك أوف إنجلند أول مرة بيكون عم بيقول نحن منا مضطرين نكون عم نلحق الفدرالي، هو اللي دايما عم يعمل يمكن القيادة ونحن عم نلحقه، ولكن لا ما رح نكون عم نستمر بهذا الشيء، قد نتوجه إلى تقليص الفائدة في جون، وقد نرى أصوات مختلفة رح تجبر كمان الفدرالي مع الداخل مع البيانات الداخلية أنه يقلص هالسياسة المتشددة. يعني تعتقدي البيانات التي ستصدر يوم الأربعاء أسعار المستهلكين ستكون الاختبار الأهم أمام الفدرالي لنرى التوجهات؟ إذا بتلاحظي يعني نحن فعلا في انتظار مجموعة البيانات اللي رح تصدر هذا الأسبوع إضافة يمكن سوق العمل في الأسبوع الماضي نهار الجمعة، لأنه خلال الأسبوع الماضي كله كان عنا تحركات طفيفة جدا، ما كان عنا هالفوليوم المرتفع لأنه فعلا نحن سيناريو هنا تضخم مرتفع أعلى من الأهداف، وكمان عنا بيانات سلبية خصوصا في قطاع العمل خصوصي تراجع يمكن الاستهلاك، التضخم مهم جدا كمان في هذه الفترة. أظن هالسيريز أو هالسلسلة من البيانات اللي رح تصدر يمكننا عم نحكي عن أسواق العمل أو عن الاستهلاك، حتى نهار الأربعاء في عنا كمان بيانات أخرى بتفرجينا قديش الاستهلاك لا يزال قوي ولا لا، مع حديث جيروم باول قد
يفرجينا صورة أوضح لترند أوضح في الأسواق فعلا. طيب فرح، لو انتقلنا إلى أسواق النفط، يعني مع الضبابية الجيوسياسية نوعا ما، يعني تارة يكون هناك تصعيد وتارة يكون هناك تهدئة، وأسعار النفط تتحرك ضمن هذا النطاق، وهناك يعني في اجتماع أوبيك بلس المقبل في الشهر المقبل، ما هي التوجهات التي تعتقدين أو العوامل التي ستعتمد عليها قرارات أوبيك بلس، خاصة بعد أن هناك يعني العراق مثلا قالت بأن لن يكون هناك خفض المزيد من خفض الإنتاج، ما رأيك؟ يعني هلأ فعلا كمان حديث اللي جاي من العراق منه كتير واضح، هل هن رح يستمروا في التراجع الإنتاج الحالي بس منهم مستعدين يقلصوا أكتر، أم هن حتى رافضين للتقليص الحالي؟ هوني كمان صورة واضحة أظن، ولكن خلينا نعتبر أنه تقليص آخر تراجعات أكبر لا أظن أنها واردة، لا أرى تغير كبير في السياسة على القليلة في اجتماع جون. الأساسيات تختلف من دولة إلى أخرى، نحن عنا الطلب العالمي وهو مهم فعلا لكل المشاركين في سوق النفط، ولكن كمان في عنا الميزانية الخاصة بكل دولة، البعض بهمه أن يكون عم يرفع الإنتاج والبعض الآخر لا بهمه يكون عم يقلص الإنتاج أكثر لحفاظ على أسعار مرتفعة. الصورة العامة بتخلينا نكون عم نشوف التوازن ما بين على القليل الدول اللي بهمها تقلص الإنتاج والدول اللي قادرة تعود هيدا التقليص، خصوصي منشوف الولايات المتحدة خارج عن أوبك عندها القدرة في حال قلصت أوبك الإنتاج أنها ترجع ترفع إنتاجها، فكمان في هيدي المخاوف من أنه تكون عم تدخل دول أخرى بإنتاجات مرتفعة يعني أكثر من الوضع الحالي. أظن الأسعار حول 80 دولار للبرميل سيناريو الحالي الرئيسية اللي نوعا ما رح نرسى عليه في الفترة القادمة. طيب سريعا وأخيرا لاقتصاد الصين الذي يحاول الوصول لمستوى 5% نمو، يبدأ هذا الأسبوع بيع سندات طويلة الأجل، هل تعتقدي أنه سيصل لهذا المستهدف؟ يعني أرى الصورة أقل سلبية من ما كنا عم نتوقع قبل للاقتصاد الصيني، خصوصي ممكن عم نلاحظ البالانس سبعة نوعا ما جاء أفضل من التوقعات، حتى استيراد وتوريد النفط اللي بفرجينا قد في العجلة الاقتصادية جيدة نوعا ما كمان كان عم يرتفع. أرى إشارات إيجابية، ولكن الريسك لا يزال مرتفع في الصين، أعتبر هيدا السوق هو هاي ريسك هاي ريورد، مخاطرة مرتفعة ولكن كمان الأرباح قد تكون مرتفعة، خصوصي أنه احنا في مستويات متراجعة جدا في مؤشرات الأسهم مقارنة بالأرباح، بنحكي تراجع تقريبا أكثر من 10% من الأرباح في التسعير، فعنده فرصة كبيرة، خصوصا أنه بنلاحظ نوعا ما الأسواق الأسهم كلها في مرحلة ولو حتى منا أوفر بات ولكن تسعيرها مرتفع، مشان هيك بنشوف صح أنا رزق عالي ولكن قد كمان يعود بعوائد مرتفعة. فرح مراد شكرا جزيلا لك. شكرا لك.